السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم جيت غادي نشرح لكم ملخص على الوثائقي اللي كان دار عبد الاله في القناه ديالو. صراحه شكرا لك بزاف لانت ولا الناس اللي معاك هاد العائله وداكشي ديما كانوا كيبعدوني وهادي كيبعدوا في صابر ما عمري زعما ممكنش كنتعقد من هادشي. في السيزيام راجع للدار وانا ندوز من حدا واحد الميزان في حمريه في مارشي سنترال معتمد الباقة ديالو كيتري. انا كنجرب وانا عارف داكشي راه ما هذيك ماشي طريقي فهمتي. انا غاديس اجي نتبربق تبربق خصك غنتسطق وليت كنقول يا ربي نسحق وليت كندعي الله اسامه التخديه ديال الدار الاساسي اللي كانت تدخل فيها الروز وداكشي اللي كنحتاج الطون وهذا ما بقاش كيدخل. هادشي كامل باش انا نفع ونرجع للقرايه ونمشي نبعد من الدومين. عند الناس هادو كاع اللي شاركوا في هاد الوثائق قدموا لنا واحد المحتوى اللي زوين عامر بطاقه ايجابيه. خرجت من الفيديو كيف ما قال هو نيت في الاخر كتخرج من الفيديو وانت عندك واحد الموتيفاسيون. دابا راه بنادم غيشوف هاد الفيديو غيحس بموتيفاسيون غينوض شال ولكن راه غيخرج غيتلها. ملي ما تلهاش اليوم غيتلها السيمانه الجايه ولا ما تلهاش السيمانه الجايه غيتلها الشهر الجاي العام الجاي. والحياه الا ما بقيتيش كتفيق راسك نهار حنا نهار راه اش نبغيش نبغيش راه عمرك ما غتشد شي حاجه. وديما فاش تحس بالضعف عرف بلي راه عادي تحس بيه. هادشي اللي كيزيد يحفزك باش انك تشوف الناس اللي مروا في نفس التجربه ديالك ونجحوا بالاستمراريه ماشي نجحوا حيت وقفوا تسنطوا لذاك الشيء اللي كان داير حداهم قريب ليهم. انا اكثر جوج شخصيات في هاد الوثائق اللي جاوني كيشبهوا ليا كاين جوج، كاين معتمد وكاين اسامه. معتمد الكاركتر ديالو شي شويه تقريبا بحالي بالنسبه للانفعالات فهمتي. هو كان قال بلي الاستاذ كان مثلا باقين واخدين عليه ديك الفكره ديال انه راه كيتضارب من الاساتذه واحد السلوك اللي كان خايب دار في البدايه حيت كانت الوالده ديالو ما بغاتش تشري ليه موطور على قبل باش ما يمشيش لها ينحرف واحد الطريق اللي خايبه. مدرسه نهار كاترين قال لي تشري لي الموطور. يا وليدي الله يهديك قال لك والو من الموطور نخلق ونقرا. قلت لي غنشري الموطور ولا كنخط قرا؟ قال لي غنقرا. قلت لي الا نجحتي في الكاترين غناخذ لك الموطور. انا كذبت عليه ماشي ما عديش ولا شي حاجه، انا خفت عليه. الدراري هنا كياخذوا الماطر كيمشيو يخطفوا بهم، هو باقي صغير، قلت انا غادي يدلعوه لي ويمشي يخطف ولا يعلموه الخطفه ولا يعلموه الشفره ولا يعلموه ما غناخذش ليه الموطور. صافي شد معايا العكوسات ما بقاش بغي يقرا. نزاهش الوالده الموطور، صافي تخرج معايا للقارع الوالد، قلت له ما نشريهش لك. طيب صح؟ قلت انا والله ما غنقرا. الناس كيدخلوا قراو وانا كندخل تمرقن. ولكن راه كيف ما كان الحال، لاجل المراهقه صعيب بزاف، سوا منعوك والديك من شي حاجه. ولا ما منعوكش غتجربها كانت خايبه ولا زوينه في كلتا الحالتين غتبغي تكتشف داك العالم. وهذا الشيء اللي كان وقع مع بزاف ديال المراهقين حاليا اللي ديجا كيوقع وباقي. اما بالنسبه للشخصيه الثانيه اسامه، هاد الدري هذا جاني كيشبه ليا شي شويه في المونتاليتي في العقليه. داك الشيء اللي كيبغي تاجه ليه وخدا واحد ريسك كبير في حياته. يقول لك 50% يقدر ينجح لي 50% لا صافي. بديت واحد الفكره في الاخر كاين ريسك وكاين سهل، هو انني غنخلي القرايه وغنتبع داكشي اللي باغي. كاين 50% ما غتنجحش و 50% غتنجح. خلى قرايته ما كملش فيها وحاول باي طريقه يقلب على خدمه كما كانش، سواء في شركات في اي محل كيف ما كان كونترول زعما ديال الطوبيس كما كانش. هذا الريسك هذا اللي خديته ما كانش ساهل، درتها في يد الله. هو انني غنعيش حياه وحده غندير داكشي اللي باغي. دخلت ديك النهار نهار خديت الفكره قلت لهم راه غادي نخدم اش غادي نكمل في القرايه. قالوا لي علاش؟ قلت لهم انا الا قست غنقرا راه غنقرا غير قبلكم، حيت واخا ننجح ونوصل لشي حاجه راه ما غنخدمش داكشي اللي انا الا ما خدمتش داكشي اللي باغي انا راه ما غاديش نخدم. شكون واضحين غادي نخدم شي خدمه باش نكمل داكشي اللي باغي. خرجت ديك النهار باقي عاقل، هزيت السيرفي ديالي وبديت كنقلب على الخدمه. دفعت السيكوريتي تريتور غادي وكندفع، هادشي في سبيل الحلم ديالي. دفعت كونترول ديال الطوبيس، اي خدمه تجيك على راسك حلالا طيبا دفعت ليها. الراجل ما كيتعبش والفقر ماشي عيب، العيب هو تبقى فقير. المهم هو ما حبسش في هاد المرحله هادي. علاش؟ على قبل الدومين اللي كان كيبغي فيتنس. هاد الناس كاملين تجمعوا على نقطة معينة اللي هي الفيتنس، ولكن باش وصلوا ليها راه داروا بزاف ديال الحوايج اللي عطات إيجابية بالنسبة سوا ليهم هما سوا لينا حنا كتجربة اللي عايشين معاهم القصة ديالهم كيف ما عاودوا. دابا هاد البلان هذا هو اللي كنعجبني أنا، أنه تقريبا عندي نفس الأفكار ديال هاد الناس، غير هما مشاو لدومين آخر وراه الناس
كامل الأدواق إنسان باش كيتميز الاختلاف ديالو على الآخر كله التوجيه ديالو. أنا عندي نفس ديك الفكرة بالنسبة للدراسة ديالي. من بعد ما خديت الباك تمشيت للافاك درت أدب إنجليش ديك الدومين اللغة اللي كتعجبني بطبيعة الحال، ولكن كان واحد الظروف اللي ما كملتش فيهم. كنت كنقراو أديستونس عرفتو نتوما هي علاش كنا مريحين 3 شهور في الدار. مبغيتش نقول ديك المرة شنو كان، راه يوتيوب ولات كتشد على أي حاجة دغيا. إيوا أنا كنت كنقرا أديستونس داكشي كان كيجي شي شوية قاصح، كيوصلك 3000 ميساج النهار في جروبات ليسباس كيعمر بزاف. ومن تما كنت محبس هاد الدومين تاع يوتيوب حتى ديال الهواية ديالي، هوايتي كيوتيوبر كنبغي نبارطاجي معاكم شي حوايج سوا ضحك سوا ترفيهي سوا رياكشن أي حاجة. أنا كنقدم لكم واحد المحتوى ترفيهي كندويو فيه على بزاف المواضيع وكنفاتحو فيه سوا نتوما كآراء وكأنا كواجهة لهاد لي فيديوز هادو اللي كنقدم لكم دي مواضيع مختلفين. المهم دابا بالنسبة لهاد الوثائق عاوتاني باش عجبني، وأنه كاين الآباء راه كيأيدك. حتى الجمعة كنمشيو عند الوالدة كنتغداو كاملين، إلا درنا دجاجة المهم صدر كنقطع الصدر وكنخليه لي، كنجي للدار كندير له الرز وكندير له داك الصدر وكنعطيه ياكل. الزربية ديال الصالة ديالي بعتها باش بقيت كنقاوم الماكلة ديال أسامة، حيت بحكم أن باه هو اللي شاد المصروف وكنت أنا شاد المصروف حاجة أخرى، هو شاد المصروف كيجيب تقضية ديال الماكلة عادية، ما غايجيبش لك الرز خنشاد الرز شحال هادي كان تيجيب خنشاد الرز، بقاش بغا يجيبها، قال لك ما بغاش يقرا صافي ما نجيبش له داكشي. وكاين اللي كيعارضك عاوتاني. خارج من الدار غادي يهز واحد الصاك ديالو. كيف غادي عبي له؟ قال لي غادي لاصال ديال الحديد. قلت له ودي انت دابا رقيق وغنمشي غتكمل على راسك. قلت له الحديد راه تيبغي انسان يكون غلي شويه باش يمشي يكوي الجسم ديالو. رفضت ليه يعني ما تقبلتهاش. واش انت ديال الحديد خص تمشي تجري في الغابه سير الصنشق الهواء سير البحر جري الصال راه ديال الناس اللي راه ديجا عامرين باغيين ينقصوا. اما اش انت داير بحال ما هكا تمشي الحديد عرفتي وما خلانيش عرفتي هذيك الفكره شحال وانا كنديفلوبي فيها باش نديرها شي عام ونهار جيت بغيت ندير حبسني راه تيبان لي العدو فهمتي. راه ما كتشوفوش ديك الساعه الوالد ديالك خايف عليك غتقنعو تيبان لي العدو ديما الوالد الام كتكون فهمتي ما كتقدرش تخسر الخاطر لولدها وخا يدير اللي دار كتبغي توقف معاه شحال من حاجه. واستمر في الدومين ديالو في لاصال ويوتيوب ملي شافو عطاته هو واحد الوقيته شاف هذاك الشيء الفيديوهات ديالو بداو كيتشارو شنو قال خاصه يدبر على الخدمه باش يستثمر في يوتيوب بغى يكبر القناه ديالو وغادي يكمل في الهوايه ديالو. اومين عما جوج اهداف زوينين نقيين كيوقعوا لبزاف ديال الناس وقليل اللي تيستمر على هاد الاهداف. هكا كوقع معايا انا دابا من عام 2016 انا كنجتهد كتوقف بعض المرات كتوقف عام كتوقف 3 شهور ولكن كتعاود نوض باش انه تصور فيديوهات وتعطي الماكسيموم ديال الجهد اللي عندك. تعلمت وانا باقي صغير هاد الشيء هذا. انا ما كنتش عارف بلي عندي هاد الموهبه ديال غادي ندوي غنعطيه واحد الراي غنعرف كيفاش المونطي غنتعمق في العالم ديال التكنولوجيا. انا القصه ديالي بدات في عام 2008 2009 فدوك الوقت ما كانش شي حاجه سميتها الويفي، كان اغلبيه المودم بي سي بوست داك التلفازه القديمه قداش كان واحد الوقت الظروف ديالها ما غتساعدكش باش غادي تتعلم دغيا تمونطي ولا يكون عندك ديك الفكره اصلا ديال تصور وتلوح في يوتيوب. كان اغلبيه مثلا الدراري الاخرين اللي قد في اللاج ديالي ديك 10 سنين 11 عام اش كانوا كيديروا؟ يخرجوا غادي يلعبوا في الجلده يلعبوا كره. انا ما كانش عندي داكشي. انا من صغري وانا دار سيبر دار لواحد الدرجه وصلت انه كان تيشارجي شي جيم في السيبر كنقصر فيها كيجيو شي دراري اللي ما كيعرفوني ما كنعرفهم كيجيو كيتفرجوا في شي لعبه اللي ديجا متيليشارجيها حيدوا عليكم ديك السيت ديال فخيف كريغويت داكشي العادي. انا كنت كنشارجي مثلا نعطيكم اكزامبل بحال المصارعه واخا ما كاتبوا ديك الكاليتي شحال هادي ولكن كانت 3 دي شي كاليتي اللي حسن من داك 2 دي اللي كيبين لك الانيماسيون غادي هكا جنب فهمتي. كنشارجي شي لعبه في دوك الايام اللي فهمتي كيقولوا هذا واش بوست اللي مريح فيه ديجا كاينين فيه هاد اللعاب حنا خصنا نبقاو نلعبو في هاد البوست ولا ما كانوش كيفهموا داك البلان. كانت شي حاجه اللي انا فاش كنت كنسمعها كتجيني زوين علاش حيت درت شي حاجه اللي ما قادرينش بزاف الناس يديروها. وراه هكا كدير ملي كتنجح في شي حاجه اللي انت باغي انت بغيتي شي حاجه واستمرتي فيها نجحتي فيها غتفرح علاش ماشي في طعم هذاك النجاح ديال انه بسبب دوك الناس ما بقاوش يقولوا لي نجحت مثلا في يوتيوب وليت مشهور الناس ما بقاوش ينتقدوني لا كتنجح لراسك انت
كتنجح لراسك كتقول الحمد لله وصلت لهذا النيفو هذا، انا عاجبني راسي هكا ديفلوبيت بزاف على كيف كنت وكيولي دابا. من بعد ما سالينا هاد الفتره هذه فاش دازت في ايام الموديم والسيبر، كنت شي شويه ديفلوبات القضيه، انا ولا عندي تليفون، بديت شي حاجه سميتها يوتيوب، عندي واحد الحاجه نقدر نقدمها للناس. قلت علاش غادي نبقى ساكت، خصني انت انا نوض نصور ونشوف كيفاش كنمونطي هادشي. المهم في داك الوقت كان قليل اللي غادي يفهم احساس ديالك، خصوصا في 2016 بحال هكاك 2017. انا كنت بديت بالتليفون، مونطيت بالتليفون، تعلمت فيه، بديت حليت قناتي الاولى، كنت كندير فيها طلقات السرح، كنت كندوي عطي تم المونتاج. ما كانش عندي شي مونتاج نيش ماشي بحال دابا كيف ما في هذه المرحله اللي وصلت لها. مونتاج كان عندي طالق مزيكا ديك لقيت 2016 2017 كان ديسك ديسباسيتو مشهور، طالق ديسك ديسباسيتو على الجد صوتي قليل ما كيتسمعش، وكندوي اليوم على قبل مثلا المحاكي ديال بي اس بي ولا بلاي 2 كيفاش تخدمه في التليفون. وكانت صدقات يعني ملي صدقات قلت صافي هذه غادي نريكورديها، غادي اللوحه غادي كنت يعني كتشدك واحد الحماس على قبل واحد الفكره ديرها وكتصدق. والحمد لله بقيت مستمر على ديك الدومين وحيدت كاع ديك القناه وبديت هذه القناه اللي باقي انا حاليا معكم فيها. بديت فيها كنت في الاول ديال الدومين تاع الرياكشن، التليفون كندير منه كلشي، كنمونطي به كنصور به، وقدرت انني هادي اللي تيجي واحد ما غادي يطيح لي على بال، قدرت انني نجبد الفيسكا ونريكوردي في نفس الوقت. يعني هادي راه كدير غير بي سي، حاليا انا دابا راه كنديرها في بي سي شي حاجه بروفيسيونيل، ولكن قبل ما يكونش عندك بي سي وتبتكر هادشي راه صعيبه، ولكن اش كيدير الرغبه والحماس ديالك هما اللي كيعطيوك هاد الاحساس. دابا نخلي لكم شي فيديو من فيديوهات ديالي القدام، غتشوفوا كاميرا صغيره وكنشد لايكرو مثلا كنحطها هكا اللور في كاس وحطها في التليفون فوق الميده بحال هكا، وكندير بوز هكا بصبعي بالطاكسي وعايش واحد الجو اللي زوين صراحه شي حاجه في شكل. من بعد هادشي كامل كنت في عام 2018 ديك الساعه يمكن باقي عقل كنقرا في سيزيام، بديت مع الوقت كنتعلم مع خديت بي سي بورتابل، بقيت كنتعلم البرامج لوجيسيال متطورين هكا على قد المواصفات اللي كان عندي في بي سي. تعلمت المونطي، جا واحد الدري اللي كان هكا ولا الدري فهمتي، وريتو من الفيديوهات اللي كنت انا كندير حاليا بحال هكا مع استمريت في يوتيوب، بديت كندير فيديوهات، قال لي واحد الدري راه ما كانش كيصحاب لي انت كتعرف تمونطي، حيت كنا درنا واحد الفيديو وقلت لي صافي هذاك الفيديو اللي حنا اشتركنا فيه كدا خلي عندي انا المونطي انا على حسابي، قلت لي ما تخافش. عطى عليا ملي مونطيتو عجبتو الريزولطا قال لي زعما تبارك الله عليك كتعرف تمونطي، يعني شي واحد الا عطاك شي مدح على قبل شي حاجه درتيها راك تستحقها ماشي جاملك، لا راك تستحقها، ما تبقاوش تظلموا نفسكم، ما تبقاوش تقولوا انا راه ما كنستحقش هذا الشيء، لا بلا ما تقول لي هكا، لا بالعكس خليه يقول لك انا ما قال لك حتى شافك شي حاجه اللي انا عجباته قدمتيها انت الطوب في خدمتك. المهم من بعد هذه المرحله كامله كنت حيدت بي سي بورتابل وخديت بي سي هذا حالي اللي باقي عندي بيرو، هو اللي كان عاونني باش انه في واحد المواصفات اللي تقريبا شي شويه بحال جيمين ناقصه غير كارت جرافيك باش غادي يولي بي سي جيمر، عاونني عاوتاني بالمونتاج كيمونطي دغيا هكا، بديت غادي وكنتطور حتى وكان وصلت للمرحله اللي حسنت لكم شويه الكاليتي باك جراوند ديال عقلتو، باك جراوند راه ما كانش هذا الشيء، راه الملصقات ما كانوش الكاليتي في الضو كيفاش تبان لكم دابا، راه كنت خديت رينغ لايت المايك ما كانش، كنشوف راسي انا غادي وكنتقدم هيك دابا ما مشهور ما والو، كنتعرف مع الوقت ديك الشهره وديك الشيء ما كيجيش دغيا، ما تقوليش راني لحقت فيديو في يوتيوب غادي صافي بوم دغيا غادي طلع الطوندونس وغتولي حتى بنادم يتنمر عليك وغتا، هذاك الشيء خصكم تقلبوا عليه خطوه بخطوه. قنوات صغار تيبداو من بعد عاد تيكبروا كيف ما حنا كنكونوا صغار تنكبروا هكاك تدريجيا بلا ما تحمق راسك، غادي تخدم غتستثمرها في شي حاجه اللي غتنفعك من هنا لقدام، خدمتي وضيعتي راسك راه غتمشي لواحد الطريق اللي خايبه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وكنشكر بزاف يعني الناس اللي بانوا في هذاك الفيديو، قاساو بزاف سواء مع والديهم اللي فقدوهم الله يرحمهم، سواء مع التاثرات الدراسيه،
صابر اللي كيقدم فيتنس بالدارجه راه كان الوزن ديالو خيالي، هو بسبب داك الوزن كانوا كيتنمروا عليه، سواء ملي كان غليظ ولا سواء ملي بدا كيضعف وكيتريني في لاصال وكيربي فورمه مزيان. في كلتا الحالتين كتلقى انتقاد، سواء عجبك انت داكشي اللي داير في راسك ولا ما عجبكش كتلقى انتقاد. ما غيمكنش لك تمشي في هذه الحياه الا ما كانش عندك اعداء النجاح. راه النجاح كيكملوا الفشل، كون ما كانش الفشل ما غيكونش النجاح. انما مع العسر يسرا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني اي حاجه خايبه كاين الحاجه الزوينه ديالها، طحتي في الحاجه الخايبه غتبعد منها وغتمشي الطريق اللي بانت لك انت مزيانه. المهم هذا التطور هذا كامل من اعوام، عمرك ما تستسلم. واخا دابا مثلا تكون انا كندوي حاليا مع هاد الناس اللي السوشيال ميديا كيبغيو يوصلوا لغير، سواء في انستغرام سواء في يوتيوب سواء في تيك توك في فيسبوك. حاليا دابا انا في يوتيوب عوام وانا كندير فيديوهات ياك، وصلت ل 1000 ابوني. كاين الناس اللي اغتنموا شي فرص اللي كانوا فاتوني، وصلوا في عام واحد ولا عامين وصلوا اكثر من 100,000 ابوني. كل الطريق اللي يسلك. كاين الناس اللي بحال هكا باقي واخا شي شويه متاخر، ولكن ملي كيشوف راسو كيقدم واحد المحتوى زوين الله يجعله واخا يجيبغي جوج مشاهدين، هو مقتنع بداكشي اللي كيدير، ما غاديش يمكن لك تحطم ديك الرغبه اللي باغي الا اذا كان هو حطم راسو براسو. نيجاتيف، اي حاجه كانت عندكم خايبه سلبيه حاسين بها غتاثروا فيها حيدوها. ولو تخرج تجري تلعب كره تمشي للبحر تشم شويه الهواء تخرج، المهم ديك الشيء الطاقه السلبيه اللي عندك خرجها بشي حاجه برا، منها ترجع للدار تلقى راسك تكالميش. اي حاجه خايبه خرجتيها برا، ديما دخلوا للدار خليوا واحد الطاقه ايجابيه. ما غاديش يمكن لكم بطبيعه الحال تستمروا في اي حاجه وتشاركوها مثلا مع عائلاتكم وتلقاوهم كاملين باغين. حتى هادشي الفيديوهات في يوتيوب في البدايات كانت تجيهم في شكل كيفاش انا كنصور فيديوهات في يوتيوب او كيفاش هاد البلان هذا، وكان خويا هو اللي بدا هاد بحال قلتي هو اللي بدا هاد النقطه. كان حتى هو شحال ملي كنا صغار كيصور فيديوهات وتيجي كيقول لي انا كيعطيني التليفون كيقول لي هاك صورني غادي ندير هادي، وعلمني شحال من حاجه كنت سواء في مونتاج سواء في هادشي ديال البيسي د فورماطاج، علمني شحال من حاجه اللي استفدت منه المرحله ديال التكنولوجي ولا انفورماتيك. ومن بعد كل واحد خدا واحد المسار ولاو المحتوى ديالو. كما قلت لكم عمركم ما تستسلموا، ديما الرغبه هي اللي كتحدد المصير، ديما الرغبه تكون ايجابيه باش المصير ديالكم يكون زوين وايجابي. سواء كنتي باغي تتبع الفيتنس، سواء كنتي باغي تتبع دير فلوغ دير داكشي ديال الفود ماكله دير رياكشن تلعب اي حاجه كيف ما كانت. انا القناه دابا خليتها متنوعه سواء ترفيهيه ولا خاصه بالالعاب. براني موكس متعلقه بالتنوع، جيمر اللي زدت حداها هذيك الدومين ديال الجيمين. هادشي علاش كاتب لكم براني موكس جيمر على قبل هاد جوج دومين، التنوع والاختلاف والدومين ديال الالعاب، حيت عارفهم بجوجهم مختلفين جمعتهم لكم في قناه واحده. عجبني بزاف هاد الوثائقي، عالج شحال من قضيه كاينه في المجتمع ديالنا، سواء حومتك في عائلتك برا اي بلاصه في خدمه في قرايه في التعليم كما كان. انا هاد جوج السوايع اللي عطاونا حنا كاملين خلتني انه فكر بطريقه اخرى. عندي واحد الطاقه ايجابيه ولكن دابا راه كيزيدوا مثلا يحمسوك. واحد النصيحه بسيطه، حاولوا تكملوا دوك جوج السوايع اللي كانوا عطاو صراحه راه فيديو مفيد بزاف. حاولت انني نلخص الماكسيموم ما نفوتش 20 دقيقه في الملخص تاع هذوك جوج السوايع كامل اللي عطاو. انا حاولت نلخص لكم كاع داكشي اللي قالوا الزوين والخيب باش يجيكم بسيطه، وفي نفس الوقت ما غاديش تملوا، غير حاول بما امكن انكم تصبروا وتواكبوا وما يكون غير الخير ان شاء الله. بما نزيد نطول عليكم بزاف كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب كومنت، نشوفكم فيديو جاي، تهلاو في راسكم.